مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. تحية مسائية عطرة لكل المتابعين الكرام اينما كانوا، سواء داخل المغرب او خارج المغرب. نحييكم عاليا، وبطبيعة الحال كما عودناكم نقربكم اكثر من الحصيلة الوبائية ديال فيروس كورونا. مساء كل يوم تم تسجيل 3 إصابات فقط بفيروس كوفيد 19 هنا بجهة سوس ماسة، وهذه الحالات الثلاث التي تم تسجيلها اليوم سجلت على مستوى كل من إقليم تيزنيت وأيضا عمالة تقادير دوتنان، حيث سجلت حالتين بتيزنيت وحالة واحدة بعمالة أكادير إداوتنان، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ولله الحمد. وهذه كلها مؤشرات إيجابية بأننا نمضي نحو الطريق السليم، نحو الطريق اللي ممكن أننا نخرج من هذا الوباء ومن هذه الأزمة اللعينة. فبطبيعة الحال كل المواطنين والمواطنات يمنون النفس بأن تعود الحياة إلى طبيعتها، ونسترجع عافيتنا، وأن نمارس حياتنا بدون خوف، بدون توجس، بدون أي شيء. فاليوم 3 إصابات فهو مؤشر إيجابي، رغم يعني أننا لازلنا في خطر تام بسبب ربما ظهور بعض السلالات الجديدة التي تضرب أوروبا في الآونة الأخيرة. وبالتالي فكل المواطنين والمواطنات لازم أنهم يديروا الاحتياط ديالهم، يديروا الكمامات ديالهم، ويلتزموا أكثر بالتدابير الاحترازية والوقائية من أجل أنهم يحافظوا على السلامة الصحية والسلامة الجسدية ديالهم إخواني الكرام. فاليوم 3 إصابات، فكنتمنى من الله تعالى أننا لما لا أن ننتهي من هذا الكابوس ونسجلوا أقل من 3 إصابات، نسجلوا لما لا 0 إصابة كما سجلنا 0 حالة وفاة اليوم. فولله الحمد الأمور أصبحت تتحسن يوما بعد يوم، وكنتمنى من الله تعالى أن نوصلوا لأقل الخسائر ونوصلوا أيضا لنتائج أفضل من هذه. فاليوم إلا كنا يعني سجلنا 3 الإصابات، فبغينا غدا أو بعد غد أن نسجل 0 إصابة وأن ننتهي من هذا الوباء اللعين ومن هذا الكابوس اللي رافقنا بطبيعة الحال طيلة يعني هذا السنوات الأخيرة والسنتين الأخيرتين. فهذه هي النتائج اليوم. كنتمنى من الله تعالى ربي يعني يحفظ بلدنا من هذا المتحور الجديد، وإن شاء الله أننا نبقوا دائما في حذر، نبقوا دائما قائمين يعني بمجهود جبار باش أننا على الأقل نوفروا الحماية لنفسنا ونوفروا العائلات ديالنا والأولاد ديالنا. كنعرفوا بأن فيروس كورونا كثير من الناس اللي خدا لهم حياتهم، كثير من الناس اللي توفوا بسبب هذا الوباء اللعين، كثير من الوفيات التي سجلت. فاليوم أصبح الكل ملزم بالالتزام، الكل يعني ما نقولوش بأن كورونا سالات، كورونا رباقة وباقة كدور بيناتنا. لذا فحذاري، حذاري من التهور، حذاري من الاستهتار، فما بغيناش أننا نرجعوا ربما الطبيعة يعني اللي كنا فيها قبل، يعني كنا كنسجلوا يعني حالات كثيرة وإصابات كثيرة. اليوم ولله الحمد كنتمنى من الله تعالى أننا نبقوا في هذا المكسب ونبقوا دائما محافظين على الالتزام ديالنا إن شاء الله. فغادي نذكركم بالحالة الوبائية هنا بجهة سوس ماسة، تم تسجيل 3 إصابات فقط، إصابتين بمستوى إقليم تيزنيت وإصابة واحدة على مستوى عمالة تقادير إداوتنان، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة. هذه الحالة الوبائية، على أمل لقاء بكم في مباشر آخر وحصيلة أخرى وأرقام أخرى. إلى الملتقى.